النهارده معانا محافظه النهارده احنا جايبين منها اكله كده، هي طبعا مش اساسيه عندهم ولكن هي من ضمن الوصفات اللي اتقالت كتير من كذا حد ان هم بيعملوها باستمراريه او من ضمن وصفات الاحتفاليات بتاعتهم. النهارده هنعمل وصفه صينيه الجلاش او الرقاق باللحمه، الرقاق الناشف باللحمه. هي محافظه ما يعني مش بتاعه رقاب اللحمه قوي، هي محافظه اكتر شهيره ان هي عندها مزارع سمكيه كتير جدا، هي محافظه فيها جو بحر على زرع على كذا حاجات كده وعندهم مزارع سمكيه كتير جدا، هي محافظه كفر الشيخ. فالنهارده محافظه كفر الشيخ بنحييهم تحيه كبيره جدا جدا جدا، وتحياتنا كل واحد فيهم وكل ام وكليه طيبه برضو هناك. النهارده احنا واخدين من عندكم وصفه الرقاق باللحمه. طبعا عارفه ان عندكم وصفات كتير جدا جدا وعندكم اساسيات اكتر من دي، ولكني خدت حاجه تناسب رمضان، فخدت حاجه منكم بس ايه صغيره كده تمام. بس تحياتنا لاهل كفر الشيخ كلهم. ناخد كده شويه دي، طبعا عندي شوربه والسمنه كل الكلام الايه للصينيه بتاعتنا. عايزين بوله 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 بوله. طب انا اعمل ايه؟ لا انت ممكن اخد الطبق ده انا بس صحيح استنى بالمره كده اللي هاخدها ايه للورق الجلاش. هاخد حبه واسيب حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقى علشان نحط فيها اللحمه. ايه الصينيه بتاخد قد ايه؟ حوالي ربع كيلو. حوالي ربع كيلو من اللحمه. ممكن نزود لها حبه كمان، يلا بس ما تبقاش لحمه جنبها. يبقى هي كده خلاص كفايه. كده ايه؟ هنحط ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل. لا ده بروتين، ده بروتين. عشان تتغذوا احنا ما بنحطش بروتين كتير. حاطه لكم ربع كيلو لحمه بس. عشان ايه؟ يبقى كده رضا الحمد لله اكتفينا. قرفه وجنزبيل. شويه فلفل رومي. كده عصرنا الايه؟ خلاص دي كده الفلفل الرومي اختياري تمام. طيب كده كده خلاص اهي. هناخد بقى ايه الشوربه، ممكن نحطها لا نحطها في الصينيه دي كده، شوربه دافيه ماشي. احط حبه شوربه عشان اسهل عليك الدنيا. هتجيبي صينيتين، صينيه هنحط فيها الشوربه وصينيه هنجهز فيها ايه الرقاق. هي دي الجلاش الرقاق. ركزوا بص انا بعمل ايه، انا اللي نسيت. انا بصوا هنا انا عملت ايه، خلي بالكم انا حطيت هنا الورقه من غير ما بلها، او الورقه من غير ما تتبل اهي ناشفه علشان ما تلزقش تمام. الورقه اللي بعديها هبلها بقى، عاد بس هنا مسحه سمنه كده. الورقه اللي بعديها هبلها خلاص كده اهو كده ونحطها. طبعا لو الصينيه كبيره زي كده عادي وسطاني اهو كده ماشي، وندهن سمنه. المهم ان يكون بين كل ورقه وورقه سمنه، وما تكتريش الشوربه خالص عشان ما تبقاش ملظلظه، خليها حلوه كده ايه يعني، خليها ماسكه نفسها تيجي تاكليها تحسي بالرقات فيها. وسطنتها كده بنعمل قد ايه؟ حوالي هنحط من الرقاق الصغير ده مثلا خمسه من تحت وخمسه من فوق، يعني خمسه قبل الحشوه وخمسه بعد الحشوه تمام يا ولاد تمام. بسم الله. ماشي كده يا ولاد. وطبعا ايه بنحيي كل ام شقيت وتعبت. هحط بقى ده في الفرن.